عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد، شنحوالكم شعاملين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمة الناس الكل، وان شاء الله تكونوا في صحة جيدة كما تراو. مرحبا بكم في فيديو جديد باش نشارك معاكم كما العادة فيديو جديد، فيديو متنوش باش يكون هكايا ركشتي شوية هكايا حركة في الكوجينة، ونكمل معاكم بالطبيعة بروسيت وصفة هايلة كما عودت تكون حاجة متنوعة. هكايا نعطيكم فكرة كانكم حايرين شنو باش تطيبوا. حاسي لو بديت لكم بقهوتي، الفيديو بالضبط صورته لكم بعد ما روحت من الخدمة عشوية، يعني مانيش مرتاحة. دونك كيف نبدا كنقول لكم يعني فيديو العشوية، دونك باش يكون من مطلثة الفوق، يعني بعد ما روحت ارتحت شوية الحقيقة ودخلت طول باش نطيب نعمل قهوة هكايا باش نقوم الحقيقة ونحرك ونعاود يعني ننشط ونعاود ناخذ طاقة جديدة هكايا. يلزمني قهوة كما تعرفوني، نحس القهوة الحقيقة تعطيني هكايا قوة ونحسها تونسني، والكل قاعدة نعمل في قهوة كابوتشينو. محاولة هكايا الحقيقة نقص شوية في القهوة الكحلة، وليت نعملها مرة في النهار، وساعات أصل وليت مستغني عليها، ما عادش كما قبل ديما هكايا قهوة كحلة لازمنا الحقيقة، لا الأكثرية كابوتشينو. وساعات هكايا باش نبنن القهوة يظهر لي باش نزيد شوية نسكافيه، ما المستحسن ما تحطوش نسكافيه، مش منصوح بيها. أنا أني هكايا نحب المرارة متاعو تعجبني باش يبنن القهوة، خاطر الكابوتشينو حلو شوية وأنا ما نحبش الحلاوة في القهوة. حاسيلو بريج جاتو، عملت سيفة كيك، اش باش نحكي لكم على البنة، باش نسبقكم بالاحداث، ما كنتش باش نوريها لكم، اما بالحقت المو بنينة، وبطلب منكم انتوما اللي طلبتها مني، اخت ومتابعة وفية قتلي بربي ابتسام، شارك معنا وصفة كيك البسيسة. حاسيلو فينالمون عملتها الحقيقة اول مرة نجربها، ما عمري عملتها، اول مرة نعمل كيك متاع بسيسة، ما عملتهاش في شكل جاتو، عملتها في شكل بلوم كيك كما ريتو، جات بنينة بنينة فاوحة. واني من محبين البسيسة وبكل السواحلية اكيد، يعني كل حد بطبيعة يعمل بالبسيسة المتوفرة عنده، اما ببسيستنا جات فاوحة فاوحة تهبل. اني وراجلي نحبوا البسيسة، شخنا عليها على الاخر وحاسيلو هاكم تراو، يعني من با يعني قعدت عملتها كما نقولوا قبل بنهار، ومنه غدوة هذه أكترا وقعت منها تريف، يعني قاعدة ناكل فيها بشوي بشوي، بالحق عجبتني على الأخر. تعوض يعني البسيسة في غد باش تاكلوا بسيسة هكاكا، تعملها في كيك، وها باش نوريكم ديجا الوصفة، أما مش في الفيديو هذا إن شاء الله، يعني في الفيديو آخر باش ما نطولش عليكم الفيديو والكل، يمكن كان ظهر لي تو نخليها لكم في فيديو وحدها، نعملها لكم هكا في فيديو قصير، سينو مع روتين آخر بإذن الله ولا فيديو قادم نصورها لكم. وراهي ساهلة مهلة للمحبين البسيسة، اللي يحبوا البسيسة واللي يحبوا طعمة البسيسة جربها وتفكروني. حاسيلو باش نقعد شوية هكايا كما قلت لكم، نشرب قهوتي في عقلي، نرتح أعصابي شوية هكايا، تلفزة مش برشا، ما عنديش برشا وقت، وبعد ندخل طول طول للكوجينة وباش نكمل شور الكوجينة ونكمل حركتي وباش نطيب عشايا. ديما اني زادة من العباد اللي كيف نبدا هكايا نحرك ولا نحضر نعمل في حاجة في الكوجينة، نحرك ولا نطيب ولا نخمل الكل، ديما نحط يا حاجة هكايا غنية تعجبني ولا منعرفش اني موسيقى هكايا نسمعها، والا زادة صبحيا نعداها نبدا نسمع في القرآن وكل حاسيل، وكل مرة يظهر لي نحط حاجة هكايا كترتح لي اعصابي باش الواحد يعني ما يحس روحو متونس، خاصة صغار كيف يجيو العشية صغاري يبداو كل واحد يعمل في الاكتيفيتي متاعو، ولي ولدي يلعب في الكورة يخرج، بنتي مرة تقرا مرة تمشي مع صحابها، حسيلو يقرا وكل جوري الحقيقة صغرونة ما تقلقنيش ما شاء الله عليها، تبدا في سقاية هكايا وكل. دونك نحب حاجة تونسني، نحط التلفزة تبدا تمشي مني، نبدا نسمع مني نحرك في شوري والكل. حاسيلو نكمل معاكم قهوتي وبعد ادخلوا معايا للكوجينة واكتشفوا شنو باش نحضر. ديجا في أول فيديو شفتوا يعني وكل، أما باش نعطيكم لو ديتاي الكل. هوني كيما تراو دخلت الكوجينتي بعد ما كملت قهيوتي، قعدت هكايا شويه وكل،
وتحزمت حسيلو طول طول، عندي شوية معون باش نرجعه نحطه في بلاصتو ونظم هكاية معوني ديما. اني راني ما نبدا نطيب العشاء ولا ما نبدا حسيلو نحط كما نقولوا طنجرتي على النار الا ما تكون الكوجينه منظمه. سبحان الله الكوجينه صغيره وما عنديش برشا اسباس، دونك ما نحبش روحي داخله بعضي، ما نمد خضرتي وما نحرك حركتي حسيلو باش نبدا هكاية نحضر نطيب الا ما يكون معوني في بلاصتو وكل حاجه تبدا شاده بلاصتها. هكاك باش كيف يتكون بالطبيعه، احنا كل حاجه باش نطيبها باش يتكون معون جديد وباش يتكون هكايا حاصل وقدس معون اخر. دونك هذاك علاش نغسل المعنات اللي عندي هذوكم، نرجع المعون القديم اللي يعني خاصلته، وبعد بدايه جديده يعني نبدا نطيب ويبدا كل شيء نظيف. ومنه زاده كما قلت لكم خاطر باش يتراكم معون اخر باش ما يوليليش جبل وبعد ما عادش نفهم روحي. قبل حاصل وما ندخلوا هكايا في مرعانة العشاء والكل، مني أنا قاعدة نرجع في معوني أخت ديجا ومتابعة وفية، نشكرها برشا على كلامها المزيان. ديجا قالت لي ابتسام محلاكم أحلى فيديوهاتك، ما فلتش حدا فيديو تعجبني على الأخر، حاصيلو أعيشكم على كل كلمة حلوة، إن شاء الله ربي يخليكم لي وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. بالحق هذاك يشجع راهو على الأخر، حتى حد ما يقوم ويصور ويضيع وقته من فراغ، يعني حتى إنسان ما يعملها حتى يعني أبار نحطه على جنب إنه اليوتيوب هيك فيه خدمة وكل، لا راهو بالحق ما الإنسان ما يوصل يقدم وما ينجم يقوم ويصور ويتشجع إلا بمحبة الناس والكلام المزيان. كان ما تقاش بطبيعة هكاية كومونيكاسيون مع العباد اللي تتبع فيك وما تقاش هكاية تشجيع، راهو حتى إنسان ما يقوم ويضيع وقته ويصور، ولا أصحاب القنوات الكل هكاك يعني يخدموا من غير حتى شيء. لا بالطبيعة تشجيعكم وكلامكم المزيان ودعمكم هو اللي يخلينا بالحق يعطينا هكاية قوة باش نقدموا ديما ونعطيه حاجة مزيانة، وكل مرة نحاولوا نضيفوا لكم حاجة هكي تتشجعوا بها. والكل نرجع لكم طول طلب اخت قالت لي بربي ابتسام في الفيديو اخر احكينا كيفاش يعني هي حسب فهمت برامو عندها بيبي يعني كل مازال صغير وحبلة وتحب سبحان الله تزين دارها، تحب تحط الديكوراسيون، تحب هكي ترى دارها مزيانة والكل، ما مع ولدها صغير وكل ما تنجمش يعني لاقي روحها انها بين البنين، يا ويلها تحب تنظف دارها وتزينها وتحط الديكوراسيون والكل، وزيد هي حبلة يعني وكل، إن شاء الله ربي يوصلها سالم، إن شاء الله ربي يفضلها أولادها. وترى بطبيعة أي إنسان إحنا كلنا يعني نتأثروا هكا وكل نحبوا دي ديارنا مزيانين ونحبوا نزين، وخاصة العرايس جدد وخاصة اللي جايبين جدد والكل يراو يعني الديكورة اللي عندهم وصالاتهم ويحبوا يزينوا ويحبوا كل، أما يوقت سبحان الله الإنسان يتزاد له صغير وصغير واثنين وكل، باش يجيه فترة بالحق باش يستغنى باش يلقى روحه ما ينجمش يعني، يا ويلو باش يزين داره وينظف ويحط الديكوراسيون بتاعه وكل، يا ويلو من صغاره يعني حسيلو. أختي نحب نقول لك راهي المرحلة اللي انت فيها الناس الكل تعدت بها كما اني تعديت بها كما الناس الكل، يعني ما فماش حتى ام ما تعدتش بها، كلنا خبينا الديكوراسيون تاعنا، الكلنا ما فرشناش فروشاتنا، الكلنا غطينا الديفونات تاعنا لتو اني هاكم تشوفوا يعني مستحيل نخلي يعني ديفون من غير غطا، الكلنا زرابينا غطيناهم نص القبل صدقوني كيف كان ولادي صغار، خاصه ولادي الكبار كيف ربيتهم على روس بعضهم نغطي حتى مزرابي نغطيهم بالملاحف الكلنا يعني حتى هكاية ديكوراسيون فوق الطاولة ما نجمش نحط ديما طاولة فارغة، نوصل حتى طاولة الصالة ما نحطهاش على خاطر طاولة الصالة تضرب الصغير ويبدأ يحبو ويبدأ مشي ويتعدى بالمراحل الكل، طاولة صغيرة نحاها حسيلو ما نحطش، الناس كل تعدينا بها، ما ترونيش اني تو كيفاش ربيت جوري. حاجة أخرى كيف ربيت جوري صحيح ما نحيتش الديكور وخليت الدنيا بطبيعتها والكل، خاطر زادة ما تنساوش اللي فما خواتها كبار معاونيني عليها، تربيت مع خواتها أكبر منها يعني فما فارق كي سن كبير، يعني ولادي ما شاء الله كبار كيف جبت جوري، دونك ديما يشدوا ديما لاهين ديما يهزها يعني البيوتهم تلعب معاهم ما شاء الله، يعني الحقيقة أولادي يعني الكبار عاونوني على الأخر وديما هكاية لهم بها وديما أركح وريض وما تمسش، والصغير سبحان الله على ما يتربى راهو كيف هكاية ديما في جرته كل يوم لا ما تمسش حية ما نعرفش حاسيلك الكلام هذا كمتعنا، صغير يستانس ما يمسش، أما أول صغير وثاني صغير وخاصة على روس بعضهم و يعني باش تزين وباش تلقى دارك كما تحب انت وباش تحط الديكوراسيون اللي عندك الكل راه صعيبه على الاخر،
كما قلت لك اختي راهي المرحله كل تعدينا بها، واكيد الامهات اللي تبع فيها الكل واللي يعني تعداوا بالمرحله والاكبر مني والاصغر مني واللي عندهم اكسبيريونس الكل واللي فيها ديجا المرحله هذه كل يحطوا لي كومنتير ويكتبوا لك يعني ويزيدوا ياكدوا لك اللي راهو صعيب انك باش تتمتع بصالتك ولا بكوجينتك، حتى الكوجينة الصغيرات يدخلوا يمسوا ويجبدوا القجرات ويدخلوا للبيوت ويفردوا، وسع بالك عوي من ثلاثة إذا وصل الصغير 3 سنين ما شاء الله، خاصة إحنا لهنا في الخارج وكل 3 سنين يدخل الروضة نتهناو عليه ما عادش يعني ترجع لحياتك الطبيعية. أما عامين 3 حتى 4 سنين الواحد يوسع باله ويعمل عين رات وعين ما راتش باش يصعب عليك كل شيء، حتى النظافة ما عادش تنجم تنظف يعني كيما تحب أنت، حاسيله شوية وسع باله بإذن الله تشوف يعني مرحلة وتتعدى فيسع فيسع وتمتع باللحظات هذيك في العمر هذاك مع صغيرك. صدقوني العمر يجري مش نورمال، وتحل عينك غمضها تقاهم كبروا، ماذا بيكم تستمتعوا وبكل لحظة بالرسخة اللي يعملوا بالحاجات اللي يعملوهم بالحاجات اللي تضحك بالله، سبحان الله راهو كلنا عشناها الفترة هذيك، وإن شاء الله ربي يفضل لكم صغيراتكم، ربي يفضل لنا صغيرات الناس الكل، وربي يرزق كل محروم يا ربي. إن شاء الله نكون فدتك أختي، إن شاء الله نكون كي حتى كي أعطيتك معلومة بسيطة، وربي إن شاء الله يفضل لك صغيراتك وربي يوصلك سالمة مرة أخرى. حاسيلو اكيد كما ريتو تتفرجوا على الفيديو وقاعدين تشوفوا وحدكم، هاني ما قلتش على الريسيت حتى شيء وما حكيت حتى شيء، وحدكم تكتشفوا في الفيديو فاش قاعده نعمل شهوه هذه عندي ما نعرفش كيفاش ايامات كيف في مخي، وسبحان الله تعديت من الخدمه تعديت لليدل والله لا كانت في بالي، صدقوني ساعات تجي صدفه هكايا مانيش مبرمجه الجمله لاني باش نعمل فلفل محشي. قلت لكم مشيت لليدل نلقاهم يعني عاملين اوفرتا اوفر يعني في الفلفل هذايا، نقولوا احنا فلفل الالوان فيها اوفرتا يعني، حاسيل وشجعني كفريت وغمزني قلت يا ابتسام عندي اللحم مفروم متوفى في الدار، حاسيل نمشي نعملو، واذا راني متشجعتش في نهارتها طيبتن ولي نبخل عليه ولي يقتل الثلاجه ولي تنسي، حاسيل ماذا بيكم كيف تشريو حاجه تك تك اللي تشتهوه تعملوه يعني بالوقت، وكل هكاك تبداو متشجعين. دوما روحت حطيتك اللحم مفروم يتحل ومين با ما شاء الله يعني جهت عشيه راهي بنينه بنينه تهبل. الفلفل كما تراو عندي ديجا على حسب خذيت على حسب كميه اللحم مفروم اللي عندي، عندي رطي اللحم مفروم في الدار مديته كما قلت لكم، قليته في البصل بالفواح نتاعو، حسيلو ريسيت ساهل على الاخر ونتصور من الفيديو فهمتوا كل شيء من غير حتى ما نتكلم. نظفت جرينات الفلفل نتاعي باش نحشيهم، وبعدك اللحم هذاك ما قليته في البصل والفواح خليته يطيب شويه، حطيت معاه شويه معدنوس وكملت حطيت معاه زوز كعبات عظام مش برشا عظام على خاطر الكميه ماهيش كبيره برشا، سا ديبون انتوما والكميه اللي عندكم كها. وبعد باش نحشي جرينه الفلفل اسهل من وصفه هذه، نتصور ما فماش وجربها وتفكروا لي راه بنين على الاخر، الحقيقه هذه مش طريقه زمنيه يعني هذه طريقه يعني نعرفش كيك في مخي عملتها، ما احنا الفلفل المحشي مش هكايا نعملوه جمله يعني، طريقتنا الساحليه في الفلفل المحشي الحقيقه حاجه اخرى، اما هذه طريقه عصريه وبنينه حاسيلو جربها وتفكروني، وراه الفلفل المحشي هذا ما يجيش فيه لا جبونات لا حتى شيء، ماذا بيكم اللحم خليوه هكاك بالفواح نتاعو ديجا مفوح بالبصل ومقلي بالمعدنوس والكل، دونك لا تزيدوا جبن لا شيء، انا واحده من الناس ما حطيتش جبن. وكما تراو حاسيلو بقيت نحشي في جرينات الفلفل نتاعي وما شاء الله جاوني قد قد يعني قد قرون الفلفل قد كميه اللحم بالضبط، حاسيلو عشيه بالحق نودكم ولا نشهيكم.
هوني كيما تراو بعد ما كملت حشيت جرينات الفلفل الكل ما شاء الله كيما ريتو يعني ما شاء الله كمية لبس به يعني 6 جرون اخشان كيم تعالى به يعني وكل حسيلو حطيت طاجين بالزيت يعني مش برشا زيت كيما تراو هكا يعني طاجين نورمال كل قرن فلفل نحط فيه كين نسدلو فمه هكا بالفرينة نغطيه هكا باش اكل حشونة اتأكد كيف نجي نطيب بعد الفلفل المحشي متاعي بحكم يعني الوصفة هذه نعمل بها مرقة جلبانة والكل حسيلو نقلها بالطريقة هذه باش ما يتحليش نضمن اللي قرين الفلفل بعد كيف نرميه في المرقة ما يتحليش ويقعد الحشو الداخل ما يجرى له حتى شيء بالطريقة هذه كما تراو كل قرن نعبي له فمه هكا بالفارينة نسكره يعني ونخليه يتقلى كما تراو على فمه القرن نحطوها باش يشد لك الفارينة ويتقلى ونتأكد اللي اكل حشو كما قلت لكم ما يخرجش نكمل نقلي الجرينات الكل وبعد حسيلو نكمل معاكم كيفاش نطيب مرقة جلبانة حسيلو بنا مش نورمال وحتى بالنسبة للقليل مش برشا يعني مش باش نخليه تقليل درجة انه يعني باش يطيب كومبليتمون على خاطر باش نعاود نطيبه بالباهي في المرقة بعد فهمتوا دونك اللحم الاول كيف قليته باش حشيت به الفلفل مش طيب كومبليتمون جيست هكا عرشته هكا في الفواح والكل والفلفل كيف كيف زاد نقليوه جيست هكا باش يسيبك البنه نتاعو اني فلفل محشي يعجبني مقلي خاطر يسيب بنه غير عاديه كما قلت لكم بعد ما نكمل نقري جنينات الفلفل نتاعي الكل بعد هكا ما يتبدل لونهم يحمر ويطيبوا ان نكمل ان معاكم يعني وصفه المرقه نتاع الجلبانه هونيا ما شاء الله كيما تراو حسيلو منظرهم يشهي على الاخر بعد ما كملت تقليتهم كل قرن خير من خوه ما شاء الله حسيلو كيما تراو لا تحلو لا حتى شيء بحكم يعني باللاستيس هذيك نتاع الفارينه وفي ديجا هو العظم وكل ما يخليلكمش الحشو يخرج لبرا تو طول باش نكمل نعمل مريقة الجلبانة اللي اسهل منها ما فماش تقلية عادية جيس باش نعطيكم ايديا هكاي كيفاش باش تعملوا عشية بنينة وفاوحة وتبدلوا المطعم وكل بالنسبة لجماعة تونس والناس اللي تعيش في تونس بالطبيعة يستعملوا الفلفل المحشي العادي هذاك الفلفل الجرون الاخضر كان ما عندكمش الفلفل هذا نفس الحكاية يعني حطيت راس بصل قطعته قطع صغيرات حطيت الطماطم متاعي الطماطم هذه اللي نستعملها وانتم تستعملوا مغرفتين هكاك 3 مغارف طماطم كونسنتري باش نفوح مغرفه كبيره نتاع تابل شويه كركم شويه فلفل اكحل ملح بطبيعه حسب الذوق ومغرفه صغيره فلفل احمر انتم وحسب الحروريه اللي تحبوا عليها اكا هاو نخلي اكا طماطم متاعي تتقلى هكا مليح مليح مع الفواح تترهوش كيما نقولو وبالطبيعه باش نضيف الجلبانه عندي جلبانه في الفريجو يعني وكل حطيت صحيفه هكايا ونخليها زادة تتفوح ونقشر البطاطا متاعي خاطر هي المرقة اني يعني واحدة من الناس ديما نقول لكم البطاطا يحبها صغار على الاخر دونك في اي مرقة في اي ماكلة ندخل البطاطا هي مرقة بطاطا يلزمها تكون حسيلو باش تلقاو بعد باش تعدي كيما نقولوا مرقة المرقة متاعي بالنسبة للماء كثرت شوية بحكم يعني ما شاء الله الفلفل بزايد والكل حبيت يعني الوجبة هذه تكفيني كيما نقولوا اليوم ومنه غدوة بحكم في الفطور يعني نبدا نخدم وكل ديما نعمل بزايد يعني ديما نطيب بزيد باش من غدوة في الفطور يعني يبدا فطور صغاري موجود والكل كثرت هكايا شويه وما شاء الله جاء الخير والبركه عشي وغدا يعني عصفورين بحجر ضربتهم حسيلو حطيت كيما ريتو اكل جرينات الفلفل واحد باش نبخوه حطيت زاد البطاطا كيما ريتو وباش نغطي على كسرونتي ونخلي اكل مريقه تطيف عقلها وحده وحده وما شاء الله قد ما قعدت تغلي المريقه الجرينات الفلفل ما جرالهم حتى شيء
لهنا رجعت لكم بعد المرقمة طابت ما شاء الله، ما نحكي لكم مش بالحق على الريحة. تخيلوا انتم مع ريحة الحم مفروم وريحة الفلفل هكية مقلي والكل مع ريحة المرقة، بنا 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 نتمناكم بالحق تجربها وتفكروني وترحمولي على والدي، واكيد الريحة وصلتكم بالحق من أبن الأكلات اللي تعجبني ونشيخ عليهم على الاخر. كهو لهنا ديجا بريسك يعني وصلت معاكم لاخر الفيديو، جيس باش نوريكم هكايا كيف طريقه التقديم نتاعها، واش نحل لكم بعد قرين ونوريكم ما شاء الله كيفاش يشهي على الاخر مع الماكله هكايا، معك عباد زيتون ولا شويه مالح والكل. جربوا الوصفه يعني وتفكروني، وكما العاده رحموا لي على والدي. وتو ما بقالي كنقولكم بسلامه، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم فيديو اليوم، ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا كما العاده، وان شاء الله تكون وصلتكم طاقتي الايجابيه وخاصه وصلتكم الريحه البنينه نتاع الفلفل المحشي. نتمنىكم مره اخرى تجربوه وبسلامه، واستناوني باذن الله في فيديو جديد.